Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle recette. Aujourd'hui on va faire des crêpes. Alors il vous faut 4 œufs, 2 sachets de sucre vanille, 100 g de farine, 100 g de maïzena, du lait concentré non sucré, du sucre, du flot d'oranger. Combien de lait? Et 50 cl de lait non concentré. السلام عليكم تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة والسلامة والعافية ان شاء الله. اليوم غادي ندير معكم واحد لغوصي ديالي انا، تتمنى انها تكون عجبتكم، جربتها وعجبتني وكنت نشربها معكم. غنحتاج فيها 4 البيضات وجوج خمارات ديال السكر فاني، 100 غرام ديال السكر، 100 غرام ديال الدقيق، 100 غرام مايزينا، 30 غرام ديال السكر، 50 سنتيلتر ديال الحليب كونسونطري، يعني الحليب المركز محلوش. انا تنديرها هاد الماركه هنايا، من بعد راه غادي تلقاوهم بلاصه الحليب المركز ما يكونش حلو. وغادي نحتاج الماء زهر الفلو دورانجي. بسم الله، دابا غنبدا نهرس البيض. اون كومونس على بريباراسيون، دونك اون كومونس ا كاسي لي 4 اوف. اوبس، ثلاثة، أربعة. غادي ندير السكر، on y rajoute le sucre. غادي ندير السكر فاني، le sucre vanille. دابا غادي نطرب هادشي كامل وبتويه. كنت جربتها وجات زوينه، شربتها مع الدراري. كنت ديما نديرها مع الحليب عادي، وهاد المره قلت نجربها مع الحليب المركز وفعلا جات زوينه. غادي نطرب الحليب نفسي، هذا البيض والسكر مع السكر ديال الفاني مزيان. صافي عطيني معلقة كبيرة عفاك نمشي. غادي ندير الحليب، أو راجوت لو لي كونسونطخي نو سكخي. شمال غنبدا نزيد مايزينا بشوي بشوي. On rajoute la maïzena petit à petit. Vas-y maman, vas-y. Fais tout, dérécouche. Accord. غادي نحرك هادشي اللي بقى من بعد. غنتمنى انها تعجبكم، جربوها وشوف عجبكم وردوا عليا في التعليق. يلا في ماما ما لي فارين باريك ان تي بو دوسمون بازي انكور ان بو شويه سيف. Voilà. Il y en a ma moitié encore. Encore, encore, encore. Stop. On va dans le vidéo, je suis. La gerza, la tvarkla, tu joues au zouine. Fais-moi encore. Dire le reste, dire le que je l'ai pas. Voilà l'air d'aller. دابا غادي ندير جوج المعالق كبار ديال ماء الزهر.
On y rajoute 2 grandes cuillères de fleur d'oranger. جوج يا جوج انا بنسكي لي هذا هنا حيزي هذا حتى هو تيجي فيهم واحد الزهره غزاله تبارك الله تيجي زوينه ما محتاجه لا طراب لا ولا تنديرو من بيد الشيا مع الحليب المركز تيسهل حتى هو عليا التخليطه الدقيق تيذوب دغيا مايزينا كذلك هانتوما الشكل تجي فيها الريحه غزاله تبارك الله تتمنى تجربوهم يعجبوكم مره اخرى ندير معاكم مالحين تنديرهم بالحامض تيجيو زوينين بالحامض حتى هو تعمريهم باش ما بغيتي هلا هاد الكريم ديالنا وجدو دابا غادي نخليها ترتاح غنخليها دابا ترتاح مده نتاع 30 دقيقه ونتلاقاو باش نبداو نطيبوه اي اون ليسي بوزي 30 مينوت ا توت ا لور سي بون اون لا ليسي 30 مينوت maintenant on va le faire chauffer sur la poêle دابا حنا خلينا مرتاح واحد 30 دقيقه ها هي لاباط لي صوبنا ارتاحت جات فيها ريحه الزهر غزاله هي وباقي تيشوف بحال هكا دابا غادي ناخذ المقله ديالي سخنتها ديجا غندهنها بشوي ديال الزيت وغنديرها تطيب تجي ريحته مغزاله تبارك الله غنخليوها طيب مزيان حتى نقلبو على جوج تجوايه منين يبداو الجوايه حتى يتحمروا يعني لي كريب راه طابت من التحت نقلبوها على الجهه الاخرى تيجو محمرين زوينين ديرو مع الشوكولات ديرو مع الكونفيتور ديرو مع الميال اولا تاكلو ميال هكاك مع السكر على حسب كل واحد باش ياكلو اولا يمكن ليك ديري بهم كاطو ديري بهم لي طاشو ديري كريب وديري فوق فسوق منها لا كريم ولا الشوكولاط وديري وحده فوق وحده بحال شكل لي طاجو وتزوقيهم بلا كريمه سواء لا كريم شونتيي سواء لا كريم بوغ تجي زوينه حتى هي هانتوما بحال هكا شتو الجناب كي تيتحمروا يعني لي كريب راه طابت من التحت دابا غادي نقلبها ها هي قلبتها غنخليها طيب الجهه الاخرى ونوريها لكم نقلي صلصه كما صح داك الحليب كونسونطري تيجيو زوينين تعطيهم ريحه زوينه انا تندير ان طورشون اولا شيفونه باش ما يعرقوش لي على الدجاجه عطا ماما انتما شتي كي تجي لا تسخن صافا شتي كي تجي تجي غزاله هريه تيخصني نقلبها على الجهه الاخرى وانتما ندير لها هاك باش يرجع لها الصهد ديالها وتطرطع داكشي باش يجيو لي كريب تيجيو رطبين
وممكن لك تحطها في ديبومي مده طويله، مده 3 ايام 4 ايام في الفريغو وقت ما بغيتهم تسخنيهم، اولا ديريهم في الكونجيلاتور عاوتاني. انا ما تهدرش في الكونجيلاتور لان ما سهل انك ديريهم، ما محتاجش ما تيشدوش الوقت بزاف. هانتوما شتي تيجيو غزالين تبارك الله. تي ماما تيجيو زوينين وتيجيو حتى خفاف، حيت كنطيرهم بالحليب عادي كي تندير كما العاده، وقلت اري نجرب نديرهم بهذا بالحليب كونسونطري شنو غيعطيوني، وجربتهم وجاوني زوينين جاوني زوينين، وقلت نشاركهم معكم شوفوا كي جاوكم. قلت اقول مره الا بدنا شويه، مره بالحليب عادي مره بالحليب هذا المركز تيجيو زوينين. كي تنقول الكوزينه بحر، كلشي كاين تبارك الله. ومن هذا المنبر نشكر الناس اللي داروا لي لي زابوني، شكرا بزاف، الله يجازيكم بخير. وعلى حسب لي كومونتير ظريفين، وشكرا بزاف لهلا خطيكم، ونتمنى التوفيق للجميع علشان اللي عاد بداو تبارك الله، الله يسهل عليهم ويوفقهم ان شاء الله في التيسير يا ربي. وما فيهاش عيب الا تعاون واحد في اليوتيوب بعضياتهم، كي تنقول حتى حاجه ما خسرينا، بالعكس غادي نخسروا كلمه تاع شكرا والله يرحم بها الوالدين اللي ما ليها ثمن. اما باقي راه كلشي تيدوز، سعادتك فعل الخير. اوب ها انتم ماشي، ها هي عاوتاني الثانيه طابت في الجناب، غادي نقلبها. شو معها شاي قلبتها تجي زوينين في الاخر. نكمل التياب ديال لي كريب ونتلاقى معكم ان شاء الله في التقديم. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle recette. بما ها لي كريب ديالنا درتهم، ها هما كيجاو تبارك الله غزالين، نتمنى انهم يعجبوكم وتيجيو خفاف، الله يجعلنا خفيفة على قلوبكم وبصحة والراحة. ونتمنى ان شاء الله نتلاقى معكم في وصفة ان شاء الله اخرى، ونتمنى لكم التوفيق.